قضية الحكم الرشيد. لذلك وضعوا بدأت توضع العقبات أمام هذا المجلس التشريعي من أول يوم ظهرت فيه نتائج الانتخابات. وكانت للأسف الشديد المؤامرة على المجلس التشريعي رباعية الأبعاد، كانت من الرباعية الدولية، كانت من رباعية عربية إقليمية، كانت من سلطة عباس، وكانت من الاحتلال، وذلك بتنسيق بين هذه الرباعية بصورة كبيرة ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. المجلس التشريعي عندنا في فلسطين مختلف عن كل البرلمانات في العالم، يعني بيعقد جلساته من خلال الفيديو كونفرنس، من خلال التليفون، من خلال التوكيلات، من خلال أساليب كثيرة. في المجلس السابق والمجلس الحالي على كل الأحوال كانت طريقة التواصل بين النواب طريقة مختلفة عن كل الطرق اللي موجودة في العالم، حيث في العالم البرلمانات كلها تجتمع في مكان واحد، لكن عندنا بيحدث في أكثر من مكان. المؤامرات اللي حدثت على المجلس التشريعي مؤامرة خطيرة للغاية. الاحتلال مارس الجزء الأكبر منها، وسواء على مستوى الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، ومن خلاله كان هدم بنايات المجلس التشريعي ويدمرها في الحرب في 2008-2009، دمر البناية الموجودة على يميننا في هذه المنطقة. كذلك دمر بيوت النواب وحاول أن يسكت هذا الصوت البرلماني. كذلك اغتال شخصيات، حاول اغتيال شخصيات واغتال الأخ سعيد صيام البرلماني في المجلس التشريعي، وحاول اغتيال الدكتور الزهار، الدكتور خليل الحية، وقتل من عائلتهم وعوائلهم، وهدم بيوت كثير من الإخوة، أكثر من يعني عدد كبير جدا من الإخوة حاول قتلهم وحاول ودمر بيوتهم. كذلك منع الوصول والتواصل ما بين الضفة وقطاع غزة، أبعد نواب القدس عن القدس، في إجراءات كثيرة جدا اتخذها الاحتلال ليدمر المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة حتى لا تبقى هناك مؤسسات ذات سيادة موجودة في السلطة، وكل ذلك لإسكات هذا الصوت. الشيء الثاني أنه كان الهدف الأساسي أنه إسكات هذا الصوت، عدم الالتزام بنتائج الانتخابات التي جرت في جو رائع وشهد لها العالم بنزاهتها. كذلك صار المجلس التشريعي بدأ يتخذ خطوات لمواجهة هذه الإجراءات الصهيونية الرباعية الدولية اللي كما تفضل فيها الأخ أبو محمد ولا أريد أن أكرر. كذلك السلطة اتخذت إجراءات عجيبة لا تقل جرما مما ارتكبوا الاحتلال بحق المجلس التشريعي وبحق نواب المجلس التشريعي، وهو أنه أغلق المجلس التشريعي في الضفة الغربية ولاحق النواب عن طريق المخابرات وغير المخابرات، وأطلقوا نار على سياراتهم ومنعوهم من التحرك ودخول المجلس التشريعي، بل منع أخونا الدكتور عزيز دويك وهو رئيس المجلس التشريعي المنتخب من دخول المجلس التشريعي وأداء دوره، وكان ذلك بتنسيق مباشر بينه وبين الاحتلال الذي كان من خلاله اختطاف أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي، معظمهم من كتلة التغيير والإصلاح، ويغيبهم في السجون فترات طويلة حتى لا يؤدوا دورهم. رغم كل هذه الإجراءات الخطيرة وفرض الحصار على المجلس التشريعي وفرض الحصار على النواب وعدم التحرك حتى خارجيا، التحريض دوليا على النواب حتى لا يمارسوا دورهم الدبلوماسي وعملهم الطبيعي، كمان منعوا النواب من
كسلطة، حتى رواتب النواب ومخصصات النواب ومكافآتهم منعتهم السلطة في سبيل إسكات هذا الصوت. في الضفة الغربية أوقفت، لكن في قطاع غزة لأنها بفضل الله محررة داخليا استطاعت أن تواجه هذا الحصار، وبالتنسيق مع الشرفاء والأحرار من النواب في الضفة الغربية ومن تبقى من نواب كتلة التغيير والإصلاح. وعملنا على التالي: أولا على مستوى إحنا دورنا دور تشريعي ودور رقابي، وإحنا عملنا في كل الأدوار التشريعية والرقابية، وعلى مستوى الموازنات موازنة السلطة وإقرار الموازنة، وعلى مستوى الجهد الدبلوماسي الخارجي. على مستوى التشريعي أصدر المجلس حوالي 57 قانونا تتعلق بالأمور الحياتية لمواجهة الحصار، التنمية تتعلق معظمها بالتنمية الاقتصادية، بالاستثمار، بالتنمية الاجتماعية، بمعالجة الفقر، البطالة، حقوق الإنسان، إعطاء الثقة للوزارات حال التعديلات أيضا للتعاون مع الحكومة اللي كانت موجودة في القطاع لأداء دورها في التعديلات التي جرت، مكافحة الفساد والجريمة والمخدرات، الكهرباء، الخدمات الصحية، كذلك في الشؤون القضائية. هذا من جانب. من جانب آخر أصدر المجلس العديد من القرارات والقوانين التشريعية المتعلقة بالثوابت الفلسطينية والشأن السياسي الفلسطيني ودعم المقاومة والقدس وحق العودة، لأنه كانت هناك مؤامرة خطيرة ستنفذ على الشعب الفلسطيني من خلال التنازلات اللي كانت ستحدث في الاتفاقيات الخارجية. وقف المجلس التشريعي ليحافظ على القضية الفلسطينية ويجعلها بدون تنازل بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان نجح المجلس التشريعي أيضا في إقرار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني اللي هي كانت نابعة من الأسرة، وثيقة الأسرة، وكانت الآن التي يدعى للفصائل في أن تكون هي الوثيقة أو البرنامج السياسي الذي يمكن أن تكون عليه أي حكومة وحدة وطنية قائمة للحفاظ على الثوابت الفلسطينية والحقوق الفلسطينية دون تنازل. على المستوى الرقابي تم عقد عدد من الجلسات، وحوالي يمكن أكثر من 160 اجتماع تم في جلسات المجلس التشريعي، ونظم أكثر من 235 ورشة عمل، وأصدر أكثر من 120 تقرير، واتخذ 420 قرار. هذا بخلاف الأنشطة الدبلوماسية واللقاءات الوطنية والشعبية، علاوة على المؤتمرات والبيانات الصحفية والقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي. ومن بين هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على مسألة الحصار ومواجهة هذا الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني. كذلك قام بتشكيل لجان تقصي حقائق، عمل أسئلة ولبعض الوزراء والمسؤولين، متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول قضايا الفساد، تفعيل ديوان الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الحكومة، زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، متابعة هموم الناس من خلال مكاتب النواب المنتشرة في القطاع، والتواصل لحل شكاواهم وحل معظمها والتخفيف من معاناتهم. كذلك في الجهود الدبلوماسية التي عقدها المجلس التشريعي أيضا، اللي هي تشكيل وفود برلمانية لزيارة العديد من الدول العربية والأجنبية، ونجح في ذلك رغم القيود ورغم التحريض عند تلك البرلمانات حتى لا تستقبل الوفود البرلمانية من المجلس التشريعي، وتوقيع بروتوكولات تفاهم مع العديد من البرلمانات مثل برلمان جنوب أفريقيا ومجلس النواب البحريني وغيرهم، تشكيل لجان أخوة برلمانية مع العديد من البرلمانات، استقبال وفود برلمانية أوروبية وعربية وغيرها في القطاع، التواصل مع برلمانات العالم عبر وسائل الاتصالات الحديثة، استقبال وفود من الاتحادات البرلمانية العربية والدولية، كذلك العضوية في العديد من الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية كاتحاد البرلمانات العربية واتحاد البرلمانات الإسلامية. المجلس التشريعي بذل جهد كبير في هذا الجانب للتخفيف عن الناس، وكله بفضل هذه المجهودات وعدم الانصياع والانكسار أمام الهجمة الكبيرة التي كانت تستهدف تركيع
الشعب الفلسطيني وتقديم تنازلات. الشعب الفلسطيني استطاع أنه ينشئ كمان فيما يتعرض إليه الناس والحروب اللي تعرض إلها والجرائم التي تعرض إلها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني، كذلك استطاع أنشأ الهيئة المستقلة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال التي رصدت العديد من جرائم، وكان من أكبرها جريمة الحصار والتي وثقها جولدستون وغيره من المؤسسات الدولية والتي رفعت إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة، وتم المطالبة بإحالة قادة الاحتلال الصهيوني إلى والمشاركين في الحصار إلى محكمة الجنايه الدولية. لكن للأسف الشديد وأقولها بمرارة أن ممثلين في الأمم المتحدة هم الذين يمنعون إحالة المحتل وقادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وهم للأسف الشديد يشاركون في الحصار على الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نواجه حرب رباعية الأبعاد، سواء كان من الرباعية الدولية، من الرباعية العربية اللي بتغلق المعبر وبتمنع التواصل والاعتراف بنتائج الانتخابات، من السلطة اللي بتمارس أقصى جهد في مواجهة وحصار قطاع غزة، وكذلك من حتى الأمم المتحدة دخلت في الموضوع في الحصار للأسف الشديد، وكذلك من الاحتلال الصهيوني وهو الأكثر في فرض هذا الحصار. لذلك المجلس التشريعي لديه أجندة ومخطط واضح، وبذل مجهودات وأصدر كتيبات وتقارير عن إنجازاته خلال هذه الفترة، ولكن مهما فعلنا من جهد إن لم يكن هناك تكاتف وتجميع أكثر يعني قد لا نستطيع أن نواجه هذا الأمر. اليوم في صمود في المجلس التشريعي، هو المرشح الآن كما نجح في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وهو بيت الشعب الفلسطيني والكل الفلسطيني. لذلك نطالب الكل الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن يرجعوا إلى حضن المجلس التشريعي حتى يتم تفعيله وعدم الرضوخ لمؤامرة تعطيل عمل المجلس التشريعي. وإحنا هنا في قطاع غزة سنظل صامدين ونؤدي دورنا وبصورة قانونية وفق القانون الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. وشكرا. بارك الله فيك. شكرا محمد فرد القوم على هذه المقاله والتي اكد من خلالها على الاستهداف الصهيوني المباشر من المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه، سواء بالاغتيال او الاختطاف او الابعاد او ضخ البيوت والمقرات البرلمانيه. وكان أكد أن السلطة شريكة مع المحتل في تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني ومنع الحياة البرلمانية في الضفة الغربية. وثالثاً رغم ذلك أكد على أن المجلس التشريعي مارس في غزة دوره القانوني والوطني من خلال سن القوانين والتشريعات ومحاسبة الحكومة ومراقبتها، وكان له دور في اختراق الجدر السياسية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، وله دور واضح في تعزيز الوحدة الوطنية والدفع بعيدة المصالح قدما، فضلا عن دوره في تلمس آلام الناس وحاجاتهم. لا شك أن الحصار كان له أثر بالغ على مختلف أوجه الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهذا هو المحور الذي سيتفضل للحديث فيه رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية الدكتور عبد الرحمن الجمل حول آثار الحصار الكارثية على مناحي الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية، فليتفضل مشهورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الكرام جميعا، كل باسمه ولقبه وموقعه، الإخوة الإعلاميون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 سنوات مرت على حصار الشعب الفلسطيني في غزة عقابا لهم على اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة. هذا الحصار الذي يعد جريمة ضد الإنسانية
في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. حصار أثر على مناحي الحياة المختلفة وسبب أزمات إنسانية ومعيشية لسكان قطاع غزة. وحديثي في هذه الورقة عن آثار هذا الحصار على مناحي الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية أوجزها في نقاط. أولاً، على المناحي الصحية تعاني وزارة الصحة أزمات متنوعة بفعل هذا الحصار الظالم. أولها ما يختص بنقص الكادر البشري الطبي في العديد من التخصصات المهمة كالعناية المركزة والتمريض وفي التخدير وفن العمليات، والتي كانت تغطى من أماكن متنوعة. برنامج جدارة مثلا كان يغطي 1000 وظيفة توقف، 500 وظيفة من وكالة الغوث توقفت، 800 بدل عمل ساعات إضافية ما في إمكانية لإعطاء الموظفين بدل ساعات إضافية، تقاعد ما يقارب 310 من الموظفين وغير ذلك، إضافة إلى هجرة الكفاءات العلمية نتيجة سوء الأوضاع وعدم إعطائهم مستحقاتهم ورواتبهم. فيما يختص بأزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستوى خطير الذي يشكل تهديداً خطيراً على مجمل الخدمات الصحية، وذلك في ظل انعدام التوريد المنتظم والمتواصل لسد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية. بفعل نقص الأدوية ونقص الإمكانات أكثر من 500 إنسان فلسطيني محاصر توفوا نتيجة إغلاق المعبر، معبر رفح، وعدم توفير العلاج اللازم لهم. أكثر من 1000 إنسان فلسطيني توفوا أيضاً لعدم إمكانية علاجهم داخل فلسطين المحتلة لمنعهم أمنياً. تأخر سفر المرضى إلى داخل الخط الأخضر، انتظارهم فترة طويلة لوصول التصاريح والتنسيقات الأمنية، مما يؤثر على هؤلاء المرضى. الأدوية والمستهلكات الطبية فيها نقص حاد وصل إلى 50%. بعض الأدوية رصيدها صفر، يعني من الأدوية رصيدها صفر 30% من هذه الأدوية، 25% من المستهلكات الطبية رصيدها صفر أيضاً. كان يصل إلى غزة بعض المساعدات الطبية وغيرها عبر معبر رفح، لكن نتيجة الإغلاق وإغلاق المعبر خاصة في السنوات الأخيرة أصبحت هذه الهبات لا تصل إطلاقاً إلى غزة إلا النزر اليسير منها، فهذا أثر. كذلك نقص توريد الأجهزة، أجهزة الأشعة التشخيصية وعطل بعض هذه الأجهزة أدى إلى تأخر إجراء العمليات، وقائمة العمليات قائمة الانتظار قائمة تطول 6 أشهر، سنة بل أكثر من سنة في بعض العمليات. كذلك كما قلت بعض الأجهزة الطبية المهمة تعطلت ولا يوجد صيانة لهذه الأجهزة وإمكانية قطع غيار لها. الموظفون كما نعلم تركوا العمل في وزارة الصحة للبحث عن أماكن يتقاضون منه رواتب معينة. لذلك يعني وزارة الصحة والمستشفيات في غزة تعمل بأقل من 40% من إمكاناتها، لذلك هذا جهد أو هذا يعني تأثر بشكل كبير على النواحي الصحية. كذلك انقطاع التيار الكهربائي وعدم إمكانية توفير وقود لتشغيل